مرات كتير الصغار والكبار بيحتاروا كيف بدهم يكتبوا الـ E، مثلا الـ EI ولا IE، الـ E قبل الـ I ولا الـ I قبل الـ E. إذا بدنا نتذكر نتذكر لما يكون عنا سي بيتبع الـ E بعدين الـ I، مثلا receive، receipt، deceive، ceiling. كيف بدنا نتذكر؟ طلعوا مظبوط بالسي والإي، اثنيناتهم كأنه النص دائرة، سي وراها الإي، وهيك بنتذكر نحط السي بيتبع الإي بعدين الآي. كانت معكم دكتور هنا دينيرزا، طبعا اشتركوا معنا بالقناة لتحصلوا على فيديوهات جديدة، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس، عملوا لنا لايك، ونشوفكم بفيديو جديد وصوت جديد.